طيب خلينا نروح بقى نروح لاخبارنا بسرعه كده طبعا نبدا اكيد من النادي الاهلي. الجهاز الفني طبعا بقياده موسيماني كان قرر قبل كده انه يعني هيدي راحه يومين بس، لا ده مد كمان فتره الراحه اللي بيحصل عليها الفريق لمده 4 ايام على ان يعود طبعا الفريق لاستئناف تدريباته ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. يبدا الجهاز الفني طبعا كل ده استعدادا للمباراه النهائيه يوم 27 نوفمبر، بيستعد ليها بشكل جدي جدا. الجهاز الفني زي ما قلت كان مدي راحه يومين، لكن حس كمان ان اللعيبه محتاجه يمكن كمان 3 4 ايام، لان اعتقد الفتره اللي فاتت كان فيها ضغط عصبي وضغط نفسي كبير جدا على النادي الاهلي، وبالتالي الرؤيه الفنيه الرؤيه البدنيه قال من الانسب كمان ان احنا ندي الولاد كمان 3 4 ايام، وهيبداوا ان شاء الله بدايه التدريب يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. باذن الله. الخبر المهم اللي بقول لحضراتكم عليه في بدايه الحلقه على الصعيد المجتمعي والخدمي للنادي الاهلي والدور الكبير يمكن اللي بيقوم بيه النهارده النادي هنا باعتباره بقى هنا قلعه وطنيه كبيره. النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره الاهلي كان بيستقبل بمقر النادي في الجزيره وفد من وزاره التضامن الاجتماعي علشان اشهار مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه. مجلس أمناء الأهلي بيضم كابتن محمود الخطيب على رأس المؤسسة رئيسا لمجلس الإدارة دكتور محمود بجنيد نائب لرئيس مجلس الأمناء، طارق أنديل أمين الصندوق، الأعضاء هم محمد الجرحي، عبد الهادي القصبي، أنيسة حسونة، عبد الوهاب توفيق، محمد الهواري، طارق ثابت، وخالد مدين، هشام جمال. عايز أقول لحضراتكم أنه المؤسسة دي هتعمل إيه؟ المؤسسة دي النهاردة هتقدم خدمتها وهتقدم مساعدتها الاجتماعية، هتقدم خدمات علمية، هتقدم خدمات ثقافية تعليمية، هترعى رعاية الطفولة والأمومة، جزء مهم جدا من دور المؤسسة دي النهاردة، تقديم الخدمات الصحية أيضا والعلاجية، كل ده المؤسسة هتقوم بيه، كمان رعاية أصحاب الشيخوخة وذوي الهمم الخاصة أو الاحتياجات الخاصة زي ما بنقول، حماية البيئة والمحافظة عليها ليها النهاردة مؤسسة الأهلي كذا دور في التنمية المجتمعية، التنمية المجتمعية بقى سموها، التنمية الاقتصادية، زيادة دخل الأسرة. انت النهارده من خلال هذه المؤسسة كمان في رعاية للعيبة القدامى اللي النهارده يعني ظروفهم شوية صعبة، شوية بقت طبعا الحالة الاقتصادية والمعيشية بقت صعبة على الكل، فالأولى يعني ان تقدم هذه الرعايه طبعا للاعبتنا القدامى، وده اقل تقدير حتى يمكن ليهم كابتن هاني يتقدم لهم. خاصه زي ما انت بتقولي الاهلي ما بيدورش بس حوالين الرياضي، لكن في دور اجتماعي مهم جدا ودور مجتمعي ودور انساني، وخاصه الجزء اللي قلناه اخير انه كمان رعايه اللعيبه القدامى. اللعيبه القدامى خلي بالكم زمان يا جماعه ما كانش فيه كميه الفلوس دي، ما كانش فيه العقود ديت، فالعظماء واساطير النادي الاهلي كان بيلعبوا اكيد حبا للنادي الاهلي، لكن طبعا ظروف الحياه بتضطر بعض اللعيبه القدامى انهم يمروا بظروف صعبه جدا، فالنادي الاهلي مشكورا كمان بيبص لهذه النقطه بايجابيه كبيره جدا وبيدعم هؤلاء اللعيبه لانهم كانوا في يوم من الايام احد الاساطير واحد ابناء النادي الاهلي. وده زي ما قلت النادي الاهلي دايما كل يوم بيثبت انه مش نادي كوره بس، لا ده نادي على المستوى مؤسسه كبيره جدا بيقودها ناس عارفين قيمه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي.